نعم، دائما أعيدها وأكررها، الكويت متميزة بجانبها وحسها الدبلوماسي العالي، وهذا دائما يتم ذكره في محافل دولية، وهذا مو غريب كون مو بس على القيادة العليا والقيادة السياسية، كذلك شبابنا اليوم متميزين فيه. حسن أبي أضيف الكويت ولادة بلا شك دائما، ويعني ما زال أبنائنا وشبابنا يسجلون إنجازات مختلفة ومشرفة في العديد من المحافل العالمية، ومنهم ضيفتنا لليوم معنا بالاستديو مسك الشلاحي الفائزة بجائزة الثناء الدبلوماسي، وذلك من خلال مشاركتها في يعني مؤتمر هارفارد عن لجنة البيئة وقدرتها على إيجاد حلول فعالة خلال 4 أيام من المنافسة، وضمت المنافسة يعني 200 دولة. حسن 200 دولة ويبزغ اسم شابة كويتية ضمن هذه الكوكبة المنتقاة بعناية حول العالم لمناقشة مشاكل عالمية، فلما الحلول المقترحة من قبل ضيفتنا تلقى الثناء الدبلوماسي فهذا أمر جدا كبير. فباسمكم أصبح وأرحب بضيفتي مسك الشلاحي فائزة بجائزة الثناء الدبلوماسي، صبحك الله بالخير والدبلوماسية. صبحك الله بالنور، حياك الله. مسك، في بداية كلامنا وياك ودنا يعني أكيد نبارك لك طبعا وأنت فخر لنا جميعا، لكن ودنا نعرف شلون كانت استعداداتك لهذه المنافسة. أول شيء الله يبارك فيك وشكرا على الاستضافة. الاستعداد كان عن طريق تدريب للمؤتمر أونلاين لمدة تقريبا 6 شهور 7 شهور، وغير كذي بروحي كنت أسوي بحث عن القضية نفسها لأن ذي أسايند القضية قبلها بفترة، واشتغلنا هم على position paper تقدم للمؤتمر نفسه للجهات المعنية، واشتغلنا في يعني بحث كامل غير عن التدريب اللي كنا ندربه مع الأستاذ. فكان هو البحث الأساسي، هو استعدادي الأساسي للمؤتمر. مسك، هذه الاستعدادات كانت مجهودك الشخصي ولا كنتوا فريق ولا كان في مدرب فوقكم قاعد يساعدكم؟ شلون قدرتي تجهزين كل هذا؟ على تدريب على أساسيات المؤتمر نعم، كان عندنا مدرب يدربنا مرة بالأسبوع، نحضر زوم ميتينج نتدرب على أساسيات المؤتمر، كيف ممكن نتعامل، public speaking skills وغيره. أما من ناحية القضية نفسها كان مجهود شخصي، لأن أنا الديليجيشن اللي أنا فيه single delegation، فكنت البحث كله عن طريقي، research position paper كله بروحي، غير اللجنات ممكن يكون double delegation. بس أنتوا كم كويتي وكويتية كنتوا؟ عفوا كنا 11. ما شاء الله ما شاء الله. إنزين مسك، يعني ظهورك اليوم مستحق، واستحقاق حتى حق الشباب اللي شاركوا، سواء حققوا مسمى أو لقب أو ما حققوا، بمجرد المشاركة هذا بحد ذاته إنجاز. الناس ما تعرف شنو هذه المسابقة، يمكن أول مرة يسمعون عن موضوع جائزة الثناء الدبلوماسي من هارفارد وغيره. شرحي لنا بشكل مبسط شنو هي هذه الجائزة وهذه المسابقة. فأول شيء الثناء الدبلوماسي هي جائزة تقدم للطالب داخل لجنته، اللي هي لجنة نفسها، لجنتي كانت United Nations Environmental Program، لأني كنت قادرة على أني أكون دبلوماسية مع الجميع وقادرة على إدراج حلول فعالة خلال 4 أيام. نعم. 4 أيام المؤتمر، وهم بالنهاية على طريقة التحدث، على طريقة الpublic speaking skills، كل هذا كانت يتم إدراجها على حسب كرايتيريا معينة. نعم. يتبعونها اللجنة الموجودة، وبس الحمد لله كنت قادرة على أني أحقق هالشيء، مع أنه ما كنت متوقع بس الحمد لله. نعم. شنو يعني انت قلتي ما كنتي متوقعه، شنو اللي كان يخليك تتخوفين من يعني الفوز، او انه يعني تشكين بقدراتك نوعا ما؟ هي مو سالفه اشك بقدراتي، لان انا كنت رايحه اشارك بهالمؤتمر خبره تجربه، لاني خلاص سينيور وبتخرج، وبالنهايه مو المجال اللي انا بدشه، فكوني هناك لان انا متعوده على التناظر، متعوده على الديبيتنج، فاستانست انه ودي اروح اجرب هالتجربه، كونها شيء أول مرة أجربه. بس اللي هناك ما شاء الله عليهم، يعني هذه تجربتهم الأولى الثانية الثالثة، وإحنا تدريبنا كان أونلاين، وما أحس إن استعدادنا كان نفس استعداد الدول اللي معنا، بس الحمد لله إن تعبي داخل المؤتمر كان أكثر من تعبي برا. أكيد استعدادكم ما كان نفس الدول اللي معاكم، لأن استعدادتك كان أحسن وأنت فزتي بالجائزة. نعم. فهذا أكيد يبين الفرق يعني. نعم. لكن ودي يعني طرحتي نقطة ودي يعني نتعمق فيها شوي، تخصص غير التخصص اللي أنت تحبينه أو تخصصك، ليش نقيتي تخصص البيئة؟ البيئة نفسها أول شيء هما قبل المؤتمر بفترة عطونا اللي هي الكوميتيز اللي راح ندشهم، واختياري كان الـ United Nations Environmental Program. السبب الأول لأنه single delegation، أنا أحب أشتغل بروحي،
وشغله ثانيه صار فيني فضول ودي اعرف شنو التوبك اللي راح تنطرح، لان الاشياء الثانيه احس متكرره، هذه يعني المراه والبيئه شيء غريب يعني شلون بربطهم. فقلت ودي اجرب. وبعدين عاد لما اعطونا اللي هي الموضوع الاساسي والباك جراوند جايد وسويت البحث وسويت هذا، حيل حبيت التوبك وتعمقت فيها. الجميل في الموضوع ان مشاركتك كانت من باب وهدفك كان تبين خبره، تبين مشاركه فقط، ما كان عندك تارجت فست او ما فست، مو هذا الهدف اللي بيزعلني او ماي او بيونسني. مشاركتك بحد ذاتها هي وناستك، لكن اجتهادك وتميزك في هذا الجانب يمكن هذا سر نجاحك، ما ادري. بس صار عندي فضول شويه الجانب البيئي والمراه، وقلتي لي يتم التقييم بناء على المشاكل المطروحه والحلول المقترحه، فصار عندي فضول ابي اعرف شنو المشاكل اللي طرحتوها وشنو الحلول اللي انت اقترحتيها ومن خلالها تم انتقائك. فأول شيء ناقشنا عن المرأة نفسها، أي؟ إن هي أساساً لجنة بيئية، فتركيزنا الأساسي لازم يكون البيئة نفسها، أي؟ فلما ناقشنا عن المرأة أنا طلعت لهم من محور إن المرأة خصوصاً لما نتكلم ما راح نتكلم عن الدول المتطورة، فنتكلم عن الدول النامية، الدول اللي راح تتطور. فالمرأة حددنا إن المرأة ممكن إنها كحل أساسي لازم يكون عندها education، لازم يكون عندها access to education. وبعدين اقترحت حل المايكرو لونز، هذا يمكن السبب الأساسي اللي خلاني أنجح، لأنه لاحظت أن مناظرات المؤتمر نفسها بدأت تمشي على الحل اللي أنا اقترحته. فلما اقترحت المايكرو لونز اللي هي قروض صغيرة تقدم للمرأة تعطيها فرصة في أنها تحسن وضعها المعيشي، نعم، من جانب البزنس، من جانب الهيلث، الأديكيشن، تربيتها لعيالها وغيرها، أنها ما تعتمد على أحد، نعم، من هالجانب وبس. وبعدها تطرقنا بشكل أعمق على اللي هي الحلول الأساسية لكلايمت تشينج، حلول التغير المناخي، مثل الطاقة الخضراء، أن نستخدم توليد الماء وغيره وكذا. زين، هذه المقترحات أو ها يعني هل راح تتحول إلى توصيات تعمم على هذه الدول النامية، ولا يعني شنو مصير هذه التوصيات باعتقادك؟ أتوقع هي إذا من جانبنا إحنا المؤتمر نفسه كان إحنا لنا كطلبة، بس كل هذا موجود برؤية الأمم المتحدة بالضبط. في الدول النامية. فتروح كل الملفات إلى الأمم المتحدة. بالضبط. لا شك إن يعني هذه المؤتمرات في كل العالم، خصوصاً في جامعات مرموقة مثل هارفارد وغيرها من الجامعات العالية ذو عالية المستوى، يعني دائماً يأخذون الحلول ومبادرات ويقترحونها في أماكن ثانية. فأنا ودي أعرف الحين نرجع وياك شوية إلى هارفارد، شلون كانت المشاركة في هارفارد، خصوصا أن البيئة في جامعة مثل جامعة هارفارد تعتبر مختلفة عن الجامعات الثانية في كل العالم، فشلون كانت تجربتك؟ فمشاركة هارفارد كانت من أفضل المشاركات والتجربات اللي أنا أخذتها يعني بحياتي، كانت ممتعة ومتعبة بنفس الوقت، وهم كنت قادرة أني أتعرف على ناس من جميع أنحاء دول العالم، حتى من دول أنا ما كنت أعرفها، وهم كان لي عندي الفرصة أني أقابل ناس يدرسون بهارفارد، خذت من خبرتهم وتجربتهم، قدرت أقعد معاهم سولفت معاهم. شنو خذيت من خبرتهم وتجربتهم أبرز الأشياء؟ كانوا يقولون أن don't let Harvard your target، يعني make your passion as the main thing in your life، يعني دائما كوني عندك شغف ثاني، شغف مو شرط أنه بس أنه عشان الجامعة زن IV University أنه لازم تكونين هذه الجامعة number one، بس انه وحسيتهم حيل متواضعين، يعني غير عن اللي سمعته، مع انه بعضهم شايفين نفسهم بس ما شاء الله يعني متواضعين ويسولفون وعادي ويقعدون معانا بس الحمد لله كانت خوش تجربه والحمد لله. زين، انت الحين حصلتي على هذا الثناء الدبلوماسي من مكان مرموق جدا وباسم الكويت، لكن هذا لصيق فيك اصبح هذا المسمى، لابد ان يسوق بشكل يعني الناس كلها تشوفه وتفتخر فيه. سؤالي الحين بعد ما حصلتي هذا اللقب، وين قاعد تشوفين روحك لقدام؟ شنو التارجت اللي حاطته عقب كذي؟ وين تبين تتخصصين؟ ما ادري، اعتقد التخصص اللي انا ابي اتخصصه ما له علاقه بهارفارد وهذا اللي ربي كاتبه بيصير ان شاء الله. يعني بالنهايه انا ممكن اقول شيء اليوم بعدين لما اتخرج يصير شيء ثاني، يعني اللي ربي كاتبه ان شاء الله بيصير. يعني ما كان عندك فكره قبل هذا اللقب، عقب اللقب حسيت انه لا كانه ساين لازم؟ راح تكملين ابحاثك وشغلك في مجال البيئه والمراه؟ ممكن، ليش لا، يعني اذا صرت تغيرت صار في تغيرات وحلول جديده وكذي ممكن اتعمق بالبحث، بس اذا انا شيء بتخصصه اذا تخرجت من المدرسه ان شاء الله ما اتوقع ان بدش مجال للبيئه، لكن ممكن يكون شيء جانبي او شيء تبنين عليه. ممكن شيء جانبي اخرى. مسك، ودي اعرف شنو كان، بما انه يعني جزء من هذا البحث او المبادره كان عن المراه والبيئه، فنبي أعرف دعم المرأة في حياتك اللي هي أمك، شنو كان دورها؟ هو أمي وبعدين عاد أهلي كلهم طبعاً،
فأمي هي اللي سافرت معاي وراحت معاي بوسطن أمريكا وهدت كل شغلها بالكويت عشان تسافر معاي. بسم الله. فالحمد لله على وجودها وأشكرها من هني، أشكرها إن هي سافرت معاي وتعبت عشاني. ولولا دعم أمي وأبوي وأهلي كلهم، العائلة كلها بدون استثناء، لولا دعمهم كان ما وصلت، ما حققت ولا أنجزت. وإحنا بدورنا باسم فريق هذا البرنامج وباسم تلفزيون المجلس كذلك نوجه لها تحية وتقدير ونرفع لها القبعة، وإذا باسل موجود كذلك نرفع لها العقال كونها يعني دعمت هذه الفتاة وبنتها بلا شك بالدرجة الأولى، ويعني بنيتكم صارت بنية الكويت بثناء الدبلوماسي اللي حصلت عليه. قلتي نقطة في معرض كلامك إن موضوع حتى كسر حاجز الرهبة في موضوع المناظرات، موضوع شلون الإلقاء وغيره، لكن سبحان الله في كل مكان الواحد ينطلق فيه لكن في أماكن شوي تعود لهذه الرهبة. فعلا. ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني أول ما قعدتي قلتي أنا حاسة برهبة شوية. أعطي الناس كيوهات شلون تكسرين هذه الرهبة؟ إحنا ساعات نحتاجها. هو ماكو شيء معين، بس أنا أتوقع لأني تعودت على الحوار وتعودت على أني أتناقش مع أي أحد، معناه أنا ترى طبيعتي مو كذي أتناقش عادي، بس مع الناس لما أتناقش أحافظ على الدبلوماسية والهدوء وطريقة الكلام والحوار. بالنهاية أنا متناظرة قبل لا أدش أصلا مؤتمر هارفرد يعني، وبس أتوقع هذا السر الأساسي أن أنا متعودة على الحوار والنقاش من صغري. بس يعني كونتش يعني تناقشين ومتناظرة وتحبين هذا الشيء، خلينا نقول نوع من الشغف، هل في أساس أسس تتبعينها مثلا تجهزين مثلا مو بس للتغلب على الربكة طبعا، لكن أساسيات تساعدك أنك تتقنين هذا الفن؟ أتوقع التدريب، لأن أنا صار لي فترة طويلة سنتين تقريبا أتدرب مع نادي مناظرات المدارس، بس النقاش والحوار أتوقع ما كنا سالفة أني أقعد وأجهز وهذا، أغلب خطاباتي وكلامي يكون ارتجال يعني، فهذا الشيء الأساسي يعني. قبل كنت أحضر، إذا في خطاب معين كنت أحضر وأكتب كلام وفقرة كاملة، بس إن الحين أعتقد ارتجال وهو أفضل عشان هم يوخر مني. بس مرتبة أفكارك يعني. إيه أكيد طبعًا. أنا تكون عندك الأساسيات اللي عرفتها خلاص. بالضبط بالضبط. نعم. إنزين، ما يخالف وديش حق جانب إذا نقدر نسولف فيه أو بالإمكان. المناظرات والدبلوماسية، أنت قلت دربوكم 6 شهور تقريبًا. هل دربوكم على الأمور الدبلوماسية، ثقافة المناظرة؟ إن شلون تقنع الطرف الآخر بفكرتك حتى لو كان مناقض لها أو غيره بشكل بين قوسين نقول دبلوماسي، بشكل دبلوماسي هذه ما تدربنا عليها بشكل خاص. أوكي. أتوقع هي هذه الميزة أو الخاصية تكون عند الفرد إذا تدرب على الحوار وعرف شلون يقنع الطرف الآخر بدون طريقة سلمية، بطريقة دبلوماسية ما يحتاج إنه يعصب، طريقة عادي. نعم. يمكن انتقاء الكلمات يلعب دور كبير. بالضبط. بس بالتدريب نفسه كنا نتدرب على مثل ما قلت أساسيات المؤتمر، لأن مؤتمر هارفرد يعتبر من أصعب المؤتمرات، فيعني كنا نحتاج تدريب على المؤتمر نفسه رولز. وقواعد الرولز، شلون ممكن أن نتكلم، السيشنز شلون بتصير، شلون ممكن الآن مودريتد كوكس مودريتد وغيره يعني من المواضيع داخل المؤتمر، يعني مو شخصية الفرد. يمكن خذينا بس كلاس واحد اللي هي public speaking skills، أتوقع هالشيء مع التدريب ما يحتاج أن نتدرب أونلاين. أنا لازم أتدرب عندها لسبب. أنا أعرف السبب. وأنا كنت يعني بقوله بس حسن سبقني، تفضل. قلها أنت خلاص عاد. إحنا مس قبل ما نبدي لقاءنا وياك عقب الانترو يعني كان في بريك نوعا ما، كنا قاعد نقول إنه لازم نسوي مناظرة بيني وبين حسن عن الاحترازات الوقائية والإجراءات والاشتراطات ويعني أزمة كورونا والرولز اللي قاعد نتبعها، فمع وضد فإحنا قاعد نسألك مو بس عشان نوعي المشاهدين. إحنا وايد مهم عندنا الموضوع. لا هذه فعلا نقطة جدا أساسية ومهمة، حتى رسالة نوصلها لكل من يهتم في أي مجال، مهما كنت خبير في هذا المجال دائما هناك ناس أقوى منك في نقاط معينة لابد الاستفادة منها. اليوم هذه الخبرة اللي حصلتي عليها وهذه الممارسة اللي عندك، ما ودش تنقلينها اللي مثلا تسوين دورات معينة وتشاركين في تدريب شباب غيرك؟ كونك الآن أنت متدربة وجتستي وحصلتي على لقب، ما ودش تنقلين هذه الخبرة اللي هذه المهارات إلى زملائك؟ أحس إذا يعني أكبر ريكومنديشن أقدر أقوله نادي مناظرات المدارس. yes. اللي صدق يبي يتناظر هناك مجتمع ما شاء الله وينمون يعني من عمر كم، من 9 من 9 سنين ما شاء الله. ينمون مهارات الطالب ويتحدث، و9 سنين ناقشت قضايا سياسية اقتصادية اجتماعية وغيرها،
بس عني انا ادش بدورات وهذا احس احنا محتاجين. انا اول واحد اقول ممكن اعطيكم بس انا مو مجال يعني اتوقع الحين بهالفتره خصوصا بعد ما رديت من امريكا احس لازم اركز على دراستي. اكيد بلا شك. كل التوفيق لك بدراستك وكل مبادره تشاركين فيها وان شاء الله يعني للاعلى والاعلى دائما وان شاء الله يعني يكون عندك وقت تدربينا ان شاء الله. انا وزميلي حسن ان شاء الله. ايش حابه تقولين قبل لا نختم وياك؟ يعطيكم العافيه على الاستضافه ومشكورين استمتعت معكم. نعم كلمة لابد أن تقال وقالتها ووايد مهمة فجر، موضوع تدريب الطلبة يعني من أعمار مبكرة جدا على هذه الثقافة، ثقافة المناظرة وثقافة الحوار بأسلوب دبلوماسي عقلاني، قوة الإقناع. أعتقد تأهيل جيل بهذه القدرة وهذه الإمكانيات راح ينعكس بلا شك على مستقبلنا في الكويت. فأنت اليوم ضروري خير مثال، لابد أن تستثمر. لازم مسك شلاحي فائزة بجائزة الثناء الدبلوماسي، لابد أن تستثمر بجيل اليوم حتى تكون عنده ثقافة الحوار في المستقبل. احنا طبعا راح نستفيد منها ومن خبراتها إن شاء الله. مجهزين عدة لقاءات، لكن من عقب هذا الفاصل خلكم معنا.